أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الاستحلال بالفعل يكون كفرا؟ وهل يعتبر من يعطي تصاريح الحانات التي يشرب فيها الخمر أو المراقص أو دور السنن والمسارح أو البنوك الربوية، هل يعتبر هذا استحلالا بالفعل يكون كفرا؟ لا، الفعل ما يدل على الاستحلال، قد يكون يعترف بتحريمها وفعلها من باب الشهوة أو من باب حب المال، فلا يعتبر هذا معصية ولا يعتبر كفر. الاستحلال يكون بالقول، إذا صرح وقال هذا الشيء حلال هذا اللي يعتبر كفرا، أما مجرد الفعل فلا يدل على الاستحلال، لأنه يحتمل أنه حمله حب المال أو شهوة أو غير ذلك أو قرناء السوء، مع أنه يعتقد أن هذا حرام. نعم.